مبروك يا رب. الله يبارك فيك. مبروك يا صاحبي، خلي بالك من اخويا، ده هيكون في عينيا يا ابني. وانت كمان هتكوني في عينيا والله. خير يا حسين، مش رايح تبارك لرؤوف؟ خلاص رؤوف هيتجوز سوا. ما الفرح قدامك اهو. كان لسه عندي امل. اعتقد ان الامل ده خلاص انتهى. تعال يا حسين وارجع لبيتك ومراتك وابنك صفوت. لازم تنسى سوا. مش ممكن، مستحيل، مفيش اي قوه في الدنيا تقدر تاخد مني سوا. الظاهر انك متقل في الشوربه حبتين. اللي هياخد مني سوا هقتله، هقتله. والله العظيم انت مجنون، مجنون. وليه ما يكونوش بيحسدوني انا؟ صديق العزيز، زوجة صديق العزيز، اخت صديق العزيز، اسمحوا لي ان اهني نفسي بعقد قرانكما، ولكني كنت اود. قول لي يا ابله، انت ايه اللي اخرك كده يا ابراهيم؟ مرات يا سيدي ما حبكش انها تولد الا وانا جاي لكم. الف مبروك. وجابت ايه؟ عادل. الف مبروك. طب الجدع انت واعمل زي وهات ولد. لا يا سيدي، انا عايزه بنت. طبعا، ما هي ضمنت العريس. تسمعي يا سهى هانم، اخطب بنتك لابني عادل؟ لا، اجوز بنتي لابنك؟ ده انا كنت موت نفسي. مالك يا ابراهيم؟ قلقان شويه. ليه؟ في خايف لا تصيبنا عين. أنا جبت ولد وأنت هتتجوز وتريح دماغي. يا ساتر، قد كده كان تعبك؟ كان طول النهار مالوش سيرة غير سهى. سهى شفتها النهاردة، سهى ضحكت لي، سهى ما كلمتنيش في التليفون، سهى اتأخرت عن الميعاد 5 دقايق. أنا بحبها يا إبراهيم، بحبها وما أقدرش أستغنى عنها. رؤوف، ممكن أتكلم معاك على انفراد؟ شايف يا ستي؟ عايزني أقوم من جنبك عشان أقعد مطرحي، لكن ده بعدك. تعال اتفضل. حسين الشرباجي. ماله؟ اصل وانا جاي قابلته وكان سكران ولخبط معايا في الكلام. لخبط يعني ايه؟ يعني زي ما تقول بيهدد. بيهددك انت؟ ويهددني انا ليه؟ وانا اللي هتجوز سهى؟ ده ولا طايش، ما تاخدش على كلامه. رؤوف، انا قلبي مش مطمن. انسى الموضوع ده خالص. Thank you.
عندهمش دم. مش تستنوا لما نفتح البوفيه؟ سمعت كلامي وأجلنا الجواز شوي. لا الإنجليز ولا الفرنسويين ولا اليهود ولا أي قوة في العالم تقدر تخليني أجل جواز يوم واحد. ده أنا طول عمري بحلم باليوم. هنسافر بعد الحرب، هنلف العالم كله أنا وإنتي، هنعيش حياتنا كلها في سعادة. الغدا جاهز يا رؤوف. انا عامله لك اكل في منتهى الحلاوه، بس دوق والنبي. عم امين مستغرب، ما كانش يعرف ان انا طباخة شاطرة بالشكل ده. بصراحة انا بقالي 29 سنة طباخ، محدش غلبني الا ست فوقية. اول ما وقفت معايا في المطبخ حسيت ان انا عيل صغير ولسه بتعلم. يعيش المعلم ويتعلم. اهلا استاذ ابراهيم. اتأخرت كده ليه؟ المواصلات. تصوروا عديت كوبري قصر النيل في 3 ساعات. اصل كان في حفلة عرض سيارات من 10 لـ1، يبقى منظر ظريف جدا واحنا داخلين اول الكوبري الساعة 10 وخارجين من اخره الساعة 1. وازاي عادل؟ بوم. عم امين. نعم يا استاذ ابراهيم. انت اتصلحت واتنجرت قوي. اشمعنى يعني؟ الاكل بتاعك طعم. خلو خلو. الكلام الحلو ده للست فوقية هانم، هي اللي عملت الاكل. يا بختك يا سي رؤوف، يا بختك. عين عليا انا، ماليش اخوات بنات. ورب اخت لم تلدها امي تطبخ لي وتضع اللقمه في فمي. اذا جعت شمرت عن ساعديها وقالت: قل يا اخي يا ابن ابي وامي. قل يا اخي يا ابن ابي وامي. عم امين. نعم. اعمل لها 2 قهوه وهاتهم في الصالون. حاضر.
أنا جايب لك معايا أخبار مدهشة. توكيل الشركة الألمانية بعتولي جواب إنهم موافقين، والعمولة فوق ما تتصور. مبروك. بس يا حلو، من بكرة تواظب على مواعيد المكتب. مش قادر يا إبراهيم، مش قادر. أنت لو كنت موظف حكومة كان زمانهم رفدوك. ارفدني يا سيدي. هو أنا أقدر؟ معاش اللي يرفدك، بس نفسي ترجع لطبيعتك وتنسى اللي فات. صورتها ما بتفرقش يا خيالي، كأنها بتحاسبني أنا المسؤول عن موتها. الرصاصة كانت ليه أنا؟ أنت مالكش ذنب. كان لازم أقتله عشان أرتاح. كفاية أنا ربنا أنتقاملك وما تقبش عموتها. مش قادر أنسى، مش قادر، مش قادر أنسى. يا رؤوف، الإنسان أقوى مخلوقات الله. طلعنا القمر، هدينا الجبال، لكن في حاجة ما نقدرش عليها، الموت. يا ريت كان بإيدينا، ما كانش فريقنا أعز الناس لينا. تعال تعال بص، تعال. اسمها ولا لا؟ يتيمة، أهلها ماتوا في الحرب في بورسعيد، ملهاش حد في الدنيا، لا قريب ولا معارف. جابها لي الشيخ مختار علشان أربيها. أول ما شفتها قلبي داب، حسيت إني مش ممكن أفرط فيها، لكن مين هيرعيها؟ إيه المانع إنك تتبنى البنت دي؟ فكرة مدهشة يا رؤوف، مش كده؟ تفتكر حالتي تسمح لي إن أنا أشوف بنت رايحة جاية قدامي؟ دي ظريفة جدا. أنا هخليها تطلع وتتكلم معاها، تأكد إنك هتحبها جدا، وما تنساش إن سهى كان أمنيتها يبقى لها بنت. ولاء، تعالي يا أنسة ولاء. تعال. مين البنت الأمورة دي؟ بنت أخوكي. أخويا؟ أه؟ أخويا مين؟ رؤوف. إيه رأيك يا ولاء؟ تقعدي هنا لغاية ماما وبابا ما يرجعوا من السفر، ها؟ تسمح لها؟ سمعينا يا ولاء. لا سي صوت. اه فريد، برافو برافو يا ولاء. شايف يا استاذ؟ برافو برافو. كبرتي يا ولاء وحلويتي، بس برضو كسبت منك الرهان. عمري دي بقى عايزه تفكير. اسعارك؟ يا ريت. فستان يا بابا، ده الدولاب فوق مليان فساتين. شنطه؟ ده انا بفكر اعمل معرض شنط. امال عايزه ايه؟ بصراحه مش عايزه حاجه. لا، انت باين عليكي عايزه هديه غاليه قوي. بصراحه ايوه. ايه هي؟ انت مش عيد ميلادك يوم الخميس الجاي؟ ايوه. وطبعا هتجيب لي هديه. انا؟ طبعا زي كل سنه. والهديه دي بقى حضرتك اللي هتختاريها بدون شك. واخترت ايه؟ بصراحه يعني هي هديه متواضعه قوي. ايه هي؟ عربيه. ايه؟ عربيه؟ عربيه بقى. حسبي بس، حسبي حدوسين. يلا طيب، هتعملي ايه بالعربيه؟ ما انا كل يوم بوصلك وبجيبك من المعهد، وعمري ما اتاخرت عن اي مشوار تحب تروحيه. يا بابا انا ضميري بيعذبني علشان بعطلك عن شغلك. ليه يا شيخ؟ انت بقى تروحي تقولي لضميرك يستريح، انا مبسوط كده. بس انا مش مبسوطه كده، انا نفسي يكون عندي عربيه. انا شايف ان ملاش لزوم كده.
طب خلاص ما دام مش عايز بلاش. انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب. انت عارفه معزيتك عندي قد ايه. يعني موافق؟ موافق يا حبيبي يا بابا اهو كده. ده ايه العواطف دي كلها؟ الله اهلا يا ام ابراهيم. ايه يا ابني الشاكه دي كلها؟ اول مره يخرج اجازه من الكليه صمم انه يجي لعمه عشان يوري له البدله. مبروك يا عادل. متشكر يا عم. لكن قول لي ايه البوس اللي على ودنه ده؟ اسال يا سيدي. بابا حبيبي هيجيب لي عربيه بمناسبه عيد ميلاده. احنا لازم نعينك مديره للشركه بتاعتنا. انت الوحيده اللي تقدر تقنعي رؤوف. قوي قوي. انا ما عنديش مانع امسك لكم المكتب بس بعد عيد الميلاد. ما تتكلم يا ابني ما تقول حاجه. قول. كل سنه وانت طيبه يا ولاء وعبال ما اشوفك عروس. لسه بدري. ايوه كده ما شاء الله على النصاحه. ايه رايك في دور شطرنج؟ واتحمر زي كل مره. ما انت كل مره بتغلبني يا اخي. تعال تعال تعالى بقى هسمعك حتة مزيكا تجنن. ولاء كبرت ملت عليا حياتي مش عارف من غيرها كنت حاضر اعيش ازاي. ربنا يخليها لك. هو ما بيتحركش ليه؟ هو مين؟ الحمار. ها؟ قصدي الحصان. الحصان. احركهولك يا سيدي. كش. ها؟ ايه رأيك؟ ايه يا استاذ؟ سرحان في ايه؟ لا اصل في قطة خربشتني وانا جاي ومدوخان. لازم ما عرفتش تعملها كويس. مش عارف اعملها خالص. طب سيبك بقى من القطه وهسمعك تاني. لو بالهول نطق هو مش هينطق. انت بتتكلم على مين؟ الفيل مش قادر يتنفس. ما انا زنقه لو جبته كده هجيله كده. العب. مع السلامة. نوال هي حصلت تبصي قدام المعهد مش خايفة؟ وخايف من مين؟ العميدة تشوف بترفدك لسوء الأخلاق. يا بنت خليكي ناصحة يوصلك على الناصية مش حين عينك يوصلك لحد هنا وتبصي كمان. انتي بتتكلمي عن مين بالظبط؟ الحليوة اللي بيوصلك كل يوم. يا عبيطة ده بابا. هو اسم بابا اليومين دول؟ لا اسمه غلبة. حياة غلبوية. صباح الخير. صباح الخير. مندوب الوكالة ما جاش؟ اتصل بستك وقال انه هيتصل تاني. الأستاذ رؤوف جوه؟ أيوه يا فندم. أهلا إبراهيم. أهلا بيك. مندوب الوكالة هيتكلم، فكر بسرعة، نوافق ولا نعصلك؟ هو فرق كبير بين الموافقة والعصلجة؟ طبعًا. الموافقة يعني لازم نقعد إحنا الاتنين نستنى المندوب عشان ياخد توقيعاتنا. والعصلجة معناها ان لازم واحد يزوغ والتاني يتحجج بيه. انا بقى اللي هزوغ. ما انت عارف لازم اروح المعهد عشان اجيب ولاء. لكن دي صفقة مهمة جدا. البركة فيك يا اخي. يا رؤوف ولاء مش صغيرة ممكن تروح لوحدها. وكمان لازم تديها شيء من الحرية. مش معقول تفضل طول عمرك كابس على نفسها بالشكل ده. هي اشتكت لك؟ لا. خلاص ما تحشرش نفسك في حاجة ما تفهمش فيها. خلاص محشوش نفسي محشوش نفسي. افندم اي خدمه؟ لا نسى ولا نقولها مين؟ رؤوف. وسيادتك تقابلها ايه؟ بابا. بابا متاكد؟ طبعا متاكد. دقيقه واحده اتفضل استريح في الصالون دقيقه واحده. ولاء ولاء ايه؟ انا طالبه قرب منك.
في مين يا ترى؟ جوزيني باباكي. بتقولي ايه؟ بقول لك جوزيني باباكي لانتحر. وتنتحري ليه؟ هو فين؟ مستنينا، مستنيكي في الصالون. طيب تعالي هنا، رايحه فين؟ اتقالي يا عبيطه. مبروك يا بابا، انت اتخطبت. بتقول ايه؟ نوال صاحبتي خطبتك مني النهارده. تتصور يا بابا صحابي مش مصدقين انك بابايا؟ للدرجه دي؟ واكتر. واضطريت النهارده اقول لهم خطبه. خطبه؟ اه. زميلاتي وزملائي، بما انكم جميعا اغبياء وتشكون في ان بابا هو مش بابا، فانا ادعوكم جميعا لحضور حفل عيد ميلاد بابا، والعقيبه عندكم في المسرات. يعني عزمت زمايلك؟ 20 طالب وطالبه. ده احنا هنسمعك تواشيح لما تشبع. امري لله، اتفضلي. ارقص مع ولاء يا عم. قوي قوي، ارقص مع نوال. بيقول لك ولاء مش نوال. ايه ده؟ تعالي انت على فين؟ تعالي بس اعرف. صحيح. عقبال 100 سنه. 100 500
500. ليت الشباب يعود يوما فأخبره. انت تقعد تتفرج وبس. شباب يا رؤوف، شباب اللي راح من أونطة. ما احنا كمان خدنا حقنا. شباب ليمدي واخد زيادة عن حقه. بالعكس، دول حيارة، جيل ضايع بين القديم والجديد. فعلا جيل متقلب بين الجيرك والتانجو. سبحان الله، هم كده قلبهم طيب وبيحبوا بعض. لكن يا خسارة، اللي يشوفهم يقول وحشين. بالعكس، أنا شايفهم حلوين. يعني لايقين على بعض. مين هم؟ ابني وبنتك عادل ولا هو احنا عندنا غيرهم. بصراحة أنا كنت عايز أكلمك عنهم بس ما كنتش لاقي فرصة. بعدين بعدين أمرك يا رؤوف. أنا خيبة أوي واللخمة أوي في كلمتين اتنين عايز أقولهم لك وحقولهم لك. ما بعرفش أعبر لكن ولا أنا. أيوة يا بابا. دي واحدة عن إذنك. أفندم يا بابا. مفتاح العربية الجديدة. مفتاح العربية الجديدة؟ ميرسي يا بابا. 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 نعم. لتالت مرة تقول بابا وأقول لك نعم. ما تنط. ما تتكلم، عايز تقول إيه؟ اتكلمت عن رؤوف. قال لي استنى شوية لغاية ما ولاء تخلص معها. طب أشبكها أخطبها؟ اللي لازم تفهمه إن ولاء هي حياة عمك رؤوف. مش من السهولة ان يديها لك كده اول ما تطلبها. يعني ايه؟ ما يعنيش ولا حاجة. انت برضو تتلحلح معاها شوية عشان هي ممكن تساعدنا. فاهم ولا تحب افهمك؟ فاهم يا بابا. الحمد لله، بفتكرك مش فاهم. طب اعمل ايه؟ تعالى بص، بص لنفسك. شاب وسيم هيتخرج ضابط قد الدنيا، مستقبله مضمون، بس ناقصه شوية ثقة في النفس. فاهم ولا تحب افهمك؟ والله باين عليك مش فاهم. يا بني آدم اتلحلح، اتحرك، ما تبقاش زي ابو الهول وانت معاها. حسسها انك مهتم بيها وبتحبها. انا فعلا بحبها يا بابا، بس افهمها ازاي؟ أنا هقول لك إزاي. أنت تروح لها بكرة وتعزمها. أعزمها؟ وعمي رؤوف؟ خليه علي أنا. أنا هحبسهولك في البيت. إيه اللي أنت عملته ده؟ يعني لو حد شافك وقال للبابا اعمل انا ايه؟ بصراحه انا عازمك على الغدا. والمحفظه معاك ولا نسيتها؟ يعني ايه؟ اصلك كل مره تعزمني وانا اللي ادفع. اخفى عليك. انا اسف يا ولاء، اصلي نسيت المحفظه. هي حصلت غير مره واحده؟ هتذليني بيها؟ مش يمكن تستحلاها؟ اطمني، المحفظه مليانه وعمرانه فلوس. ارجوك، في كلام كتير لازم اقولهولك. طيب يلا بينا. ايوه يا ابراهيم، ما انا قاعد ومستني يا اخي. انت قاعد؟ طب خليك قاعد.
المندوب اتصل بيا وجاي لك حالا، ما تتحرك. يا كابتن. نعم. ندمان؟ على ايه؟ علشان عزمتني. وليه بتقولي كده؟ من ساعة فاتورة الحساب ما جت وانت قاعد مبوز وسرحان، مالك؟ ولا ممكن نتكلم جد شوية؟ عارفة عارفة، هتقول ايه؟ لازم تعرفي يا ولاء ان انا طالب في الكلية الحربية وباخد مصروفي من بابا، وما كنتش متصور ابدا ان شهيتك مفتوحة للاكل بالشكل ده. مش كده؟ اما انت يا كابتن مش قد العزوم، بتعزم ولاد الناس الطيبين ليه؟ على العموم انا هدفع حسابي وبس، اما الباقي اخش اغسل البيت طباق والصحون. على اذنك. ولاء. نعم. تتجوزيني؟ نعم. تتجوزيني؟ ايه؟ هو انت فاكر عشان عزمتني على غدوه تقوم تورطني في جوازه؟ ولاء، انا بحبك وعايز اتجوزك. لكن انا بقى الحمد لله سليمه وبكامل قواي العقليه، ولا افكر في ارتكاب هذه الكريمه البشعه ابدا. لكن انا بحبك يا ولاء. عادل، احنا طول عمرنا اصحاب واخوات واحسن لنا نفضل كده. لكن يا عادل انت لسه ما اتخرجتش، ومين عارف لما تتخرج هيحصل ايه؟ يعني جايز تغيري رايك؟ جايز. يعني في امل؟ يلا. ايه يا كابتن؟ على فين؟ مش هتدفع الحساب؟ انا مش فاهم الراجل المجنون ده سابني ملطوح ساعة ونص ليه؟ يمكن في حاجة معطلة. ولا كمان اتأخرت. ما انت عارف الخياطة ومواعيدها. الو، بقى ده اسمه كلام يا ابراهيم؟ ما جيتوش ليه؟ يا سيد الراجل كلمني واعتذر لي. انا اسف، يعني ممكن تتحرك. مع السلامة. ما تزعلش كده، ما دام قالت لك في امل يبقى خلاص في امل. يا بابا دي خلتني في حاله ياس. امال عايزها ترتمي في حضنك وتقول لك انا بحبك؟ يا عادل يا ابني اتعلم، التقل صنعه. هي بتحبك، اسالنا انا. بوسي 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 بوسي. بوسي، أنا آسفة، كنت فاكرة مفيش حد هنا، أصل من مدة طويلة والفيلا مهجورة. هو حضرتك صفوة الشوربة دي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. صاحب الفيلا؟ ابن المرحوم صاحب الفيلا. بس دي دايما مقفوله وما فيهاش حد. الحقيقه انا باجي هنا مره كل شهر كل شهرين، وما فيش حاجه بتونسني الا القطه بتاعتك. طيب عن اذنك. ارجوكي افندم ما تحرمنيش اني اشوف القطه. حاضر. سعيدة يا طن. اهلا يا حبيبتي. اتأخرت ليه يا ولاء؟ القطة يا سي بابا هي اللي عطلتني. لقيتيها فين؟ فضلت ماشية وراها لغاية لما عرفت هي بتزوغ مني فين. فين؟ بالفيلا المهجورة اللي جنبنا، فيلا الشرباجي. القطة دي مش لازم تفضل هنا أبدا. إيه؟ أمين أمين أفندم سعادة البيه، خد القطة دي ارميها بعيد عننا، مش عايز أشوفها تاني. حاضر يا فندم. معلش يا بنتي، هاتيها، ما تزعليش. عمتي، هو زعلان من القطة ليه؟ معلش يا حبيبتي، تعالي.
ممكن اساعدك؟ متشكرة. انا بعت لك السلام، وصلك ولا لا؟ مع مين؟ مع القطة بتاعتك. دي القطة بتاعتي سببت لي مشاكل وخلت بابا زعل مني. ليه؟ هو بابا ما بيحبش القطط؟ ده طردها من البيت. عموما هي جات لي وانا رحبت بيها، نازلة عندي معززة مكرمة، لكن دايما تسأل عليكي، كان نفسها تشوفك. هو اللي سيبني فين؟ الحقيقة هي قطة ظريفة، استلطفتها من أول نظرة. تصوري هي اللي حببتني في الفيلا وخلتني ما افكرش ابيعها واعيش فيها. وابيعها ليه؟ خساره انك تبيعها، دي في موقع جميل جدا. ده انا كنت دايما بستعجب هي ليه دايما مقفوله. عشان انا دايما مش موجود. وحضرتك بتشتغل ايه؟ ضابط في الجيش برتبه رائد، من يوم ما اتخرجت وانا على الجبهه. ياه. ومش حاسبها ابدا لغايه ما انتهر ارضنا. انت متفائل قوي. احنا عيب ربنا لازم نرفع راسنا مهما كانت بتنزف دم والم ومراره. يا ريت كل الناس زيك. انا واحد من الالوف اللي واقفين على الجبهه، كلنا عزم وتصميم اننا ما نفرطش في حبايه رمل واحده مهما كان الثمن. برافو يا كابتن، برافو. اه ده الكلام المظبوط. بكره تشوف انه هيتحقق. يا رب يجي بكره بسرعه. ما تستعجليش انت، وانتي طالبه طبعا في المعهد العالي للموسيقى العربيه. برافو، باين عليكي فنانه. انا صحيح؟ ازاي؟ من مسكتك للكوريك تمام، كانك ماسكه خوص وبتعزفي على كده. يا ايه؟ ايه ده؟ يا خبر. ميرسي. ايه رايك؟ احنا لازم ندرس مصير القطة شوية. طيب اتفضل. شفتي بقى ان القطة قدمت لي خدمة كبيرة؟ لولاها ما كنتش اتعرفت على اجمل واظرف وارق انسانه شفتها في حياتي. يا كابتن صفوت، احنا جايين نتكلم عن مصير القطه. اه الحقيقه هي مشكلتها عويصه، محتاجه لنقاش طويل. ما تيجي نقعد شويه ناخد شاي، الموضوع محتاج دردشه. معلش وقت تاني، اصلي عندي بروفة عشان حافظ المعهد. انت الخميس الجاي. يا خساره، اصل انا مسافر الجبهه بعد الظهر، كان نفسي احضرها. انا اصلي من هواه الموسيقى والقطط. تسمح لي يا كابتن اوصلك لاقرب تاكسي؟ هتعبك. ده اقل شيء نقدمه لجنودنا على خط النار. اهو ده اللي احنا محتاجينه، انكم تثقوا فيه. الثقه موجوده يا كابتن، بس المهم تشدوا حيلكم معانا. اطمني، وصيتك دي هبلغها لزملائي على الجبهه، واتمنى ان اسمع عن نجاحك في الحفله. متشكر قوي. مش يلا بينا بقى؟ عزيزتي ولاء، أكتب لك من أرض البطولة، من جبهة القتال. نحن هنا نتطلع إلى يوم عظيم في سيناء الغالية، يوم نضرب فيه العدو ضربة الثأر لشهدائنا ولأرضنا الحبيبة. إن إيماننا بالله وبالوطن لا يدفعنا للتضحية بالروح والدم حتى يتحقق الحلم إلى نصر كبير إن شاء الله. ولا سأكتب لك مرة أخرى صفوت.
أكتب إليك بعد أن انتهت تدريباتنا اليومية الشاقة التي نعد فيها ليوم النصر. إن سعادتنا بالغة، لأن استعدادنا هذه المرة يختلف تماما عن كل المرات السابقة. نحن الآن أقوى وأقدر على المواجهة والضرب، ومع سعادتنا هذه شوق شديد لهذا اليوم. عندي أجازة لمدة 24 ساعة يوم الخميس، أتمنى أن نلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. خضتيني يا شقية. مشغول في ايه يا بابا؟ بجهز اوراق العملية الجديدة. ممكن اساعدك؟ تقدري تجيبي لي الرسومات اللي فوق؟ طبعا. يا حرام عليك، دي عايزة سلم يا بابا. لا سلم ولا حاجة، اتفضلي. هتشيلني؟ يلا هوبا. الاتنين ولا واحد؟ الاثنين الاثنين. مش لاقياهم. يلا بقى يلا. بصراحة عايز افتح كده شوية. انزلي بقى بقى الشقاوة. يلا يلا. طب خليني كده شوية يا بابا. يلا. نفسي بقى اخلص دراسة ونسافر بقى يا بابا. ما احنا مسافرين يوم الخميس اسكندرية. ها؟ يوم الخميس؟ الله، احنا مش اتفقنا وقلت انك هتاخدي اجازة؟ يا خبر، شوف بقى حظي الوحش. ليه؟ تصور عندي امتحان يوم الخميس، طب انا اعمل ايه؟ خلاص بلاش اروح الامتحان. وده معقول برضو؟ بسيطة، ممكن اعيد السنة. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انت تروح امتحانك. وانت يا بابا؟ هسافر لوحدي، ولو اني كان يهمني انك تيجي معايا. معلش بقى، حظي كده، ولو اني هموت هتجنن على الكابوريا والجمبري. من حسن حظك عم امين عامل لي الجمبري النهارده. بتتكلم جد؟ عم امين؟ يا عم امين يا راجل يا عظيم يا بتاع الجمبري. بابا سوري يا بابا، عن اذنك. كم كنت أتمنى أن أكون إلى جوارك وأدي في الجبهة عملا أسجل فيه لنفسي فخر الخدمة لبلدي. كم كنت أتمنى أن أقف معكم على أرض المعارك حيث النار والدم، أدفع معكم ضريبة الوطن لأشارك في تحرير شهادة ميلاد مصر الجديدة يوم يتحقق النصر إن شاء الله. صفوت، أنا مشغول عليك قوي وبدعي لك من كل قلبي، وقلبي معاك. إن شعار الجنود هنا النصر أو الشهادة، وعندما تأتي ساعة الصفر ستبلغ فرحتنا قمتها، لأن إيماننا بالنصر أكيد.
مبروك يا حضرة الملازم. انت بتعيط يا بابا؟ من فرحتي يا ابني. الحمد لله اللي ربنا طول في عمري لحد ما شفت النجمة متعلقة على كتفك. الفضل ليك يا بابا. أنا النهاردة رسالتي كأب انتهت. قول بقى إنك بتعيط من الفرحة عشان هرحمك من المصروف. أنت من النهاردة مسؤول عن نفسك، تتصرف زي ما عجبك، لكن ما تنساش إن ليك صديق بيحبك وهيفرح لما تستشيره. ويا ترى مين الصديق ده يا بابا؟ أنا؟ إيه رأيك يا بابا لو نروح لعمي رؤوف عشان نفرحه بتخرجي؟ شوف بقى الصداقة اللي بينا لازم تقوم على الصراحة. تقوم تقول لي إيه رأيك لما نروح لولاء وأفرحها بتخرجي؟ لا ده أنت صديق متعب قوي. اطمن، أنا هتصل بعمك رؤوف. بس كنت مستني اليوم ده. ربنا يخليك ليا يا صديقي يا ولد. ولاء. أفندم. كنت فين؟ في معهد. كدابة، أنا رحت لك المعهد مالكيش رحت خالص. أصلي وصلت نوال بالعربية لغاية مصر الجديدة. هاتي مفتاح العربية. مش هتركبيها بعد النهاردة. أنا حابة أوصلك وأرجعك تاني. حاضر. مالكش حق يا رؤوف. ليه بتعملها كده؟ هي عملت ايه؟ مش عارفك ايه اللي عملته. تصدقي صحيح انها وصلت نوال مصر الجديدة؟ مش يمكن. مش معقول يا رؤوف، انت بالطريقة دي هتخلي البنت تتخبي عليك لو في حاجة. واحدة في سنها من حقها تخرج وتقدر تحافظ على نفسها، هي مش صغيرة. هي زعلانة مني؟ لا مش زعلانة. أمال مبوزة ليه؟ غصب عني يا ولاء، ليه كدبت عليا؟ أنا مصدقك إنك رحت عند نوال، لكن أنا مرة تقولي لي. حاضر. ما تخبيش عليا. لو عرفت إنك خبيت عليا هزعل أوي. آه، حاضر. أنا خايفة، حاسة إني بعمل حاجة غلط، مش ممكن بابا يسامحني، مش عارفة أعمل إيه، أتصرف إزاي؟ اسمعي يا ولاء، باباك لازم يعرف الحقيقة. يا خبر، أنت اتجننت، ده بابا كان يموتني. أي أب يفرح لما يعرف إن بنته بتحب، خصوصًا إذا كان اللي بيحبها ده عايز يتجوزها. أيوة يا ولاء، هقابله، وهقول له إننا بنحب بعض. لا أرجوك، ما تقولوش إن إحنا نتقابل. قول له مثلا شفتني عند نوال صاحبتي. حاضر، حاضر. الخطوبة الأسبوع الجاي. طب باي باي بقى. في واحد عايز يقابل سيادتك. هو صعب الواحد يتكلم في الحاجات دي بصراحة يا فندم. أنا طالب القرب منك في بنت سعادتك.
عم نوال صاحبتي. انت كدابة، انت تعرفيه من زمان. لا، كنت بتقابليه من ورايا مخبيه عليا، كنت بتستخفيني. ابدا يا بابا، ما حصلش ما حصلش. لو شفتيه مرة تانية انا حكي. رؤوف، رؤوف متي. بس يا حبيبتي ما تزعليش، انا من حقي اني احب، ومن حقي اختار الانسان اللي بحبه. وما لقيتيش غير صفوت الشرباجي ده اللي تحبيه؟ ماله بس صفوت؟ بابا، حضرتك طول عمرك صريح معايا، اقدر اعرف ايه اللي مضايقك من صفوت؟ مش عايزك تجيبي سيرته بعد النهارده. هو حد قالك عنه حاجه يا بابا؟ ومش عايزك تقابليه بعد كده، فاهمه؟ يا بابا ده انسان طيب وفي منتهى الاخلاق، وانا واثقه منه. اخلاق؟ هو اللي زيه عنده اخلاق؟ ما هو يا بابا انا لازم اعرف، لازم تقولي. انت عارفه ده يبقى مين؟ ده ابن الراجل اللي حطم حياتي، اللي حرمني من السعاده. كانت امل اللي عايش عليه، اللي بكافح عشانه. ومن اليوم ده حسيت اني عايش من غير امل، وبقت حياتي في نظري ملهاش اي اهميه. هعيش لمين؟ رؤوف، ليه كده يا رؤوف؟ ولاء، ولاء رايح فين؟ تعالي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا مش بنتك. انت ايه؟ اكتر من بنتي، انت كل شيء بالنسبه لي. انا بنت مين؟ تعالي. دلوقتي لك حرية الاختيار، اتصرفي زي ما انت عايزة. انا عمري ما هكون عقبة في سبيل سعادتك. مش ممكن انسى الايام الحلوة اللي كنت فيها نور حياتي. صدقيني، صدقيني يا ولاء. إذا كان أبويا غلط فمش لازم أدفع أنا تمن الغلط. ولا أنت كمان يا ولاء، إحنا ملناش ذنب في كل اللي حصل. صفوت، أنا محتارة محتارة، حاسة إني عايشة في كابوس، مش عارفة أعمل إيه. نتجوز يا ولاء، نتجوز. إحنا بنحب بعض ومفيش قوة في الدنيا تقدر تفرقنا. وأسيبه؟ أسيب الإنسان اللي رباني وهب لي حياته؟ ما تنساش اني مديونا ليه بكل شيء. لكن انا ذنبي ايه؟ صفوت، ارجوك تقدر موقفي، انا بتعذب، انا بحبك بس ما اقدرش. يعني نفترق؟ وشك بخير.
خلاص يا بابا، كل شيء انتهى بيني وبين صفوة زي ما انت عايز. أنا عايزك. مبروك يا عادل، عمك رؤوف وافق. وحياة النبي، وحياة النبي، الله الله الله. أنا هتجوز ولا يا بابا؟ مش معقول، أنا مش مصدق نفسي. ما تقلع يا ولد، أنت هتتجنن؟ يعني أخيرا حست بيا، هتجوز ولا يا بابا؟ هتجوز ولا، هتجوز ولا؟ أيوه ولا، وأبو ولا إذا كنت عايز. لا، أبو ولا لا. بس إمتى؟ أنا لازم أسافر الجبهة، هسلم نفسي الجمعة بالليل. أنا قلت لعمك رؤوف كده، لكن صمم انك تتجوزها قبل ما تسافر. مش معقول يا بابا. سيادتك يا فندم، ممكن تقولها لي كمان مره؟ يوم الخميس فرحك، وتسافر يوم الجمعه وانت مطمن ان ولاء بقت مراتك. انصراف. معتبراني أخ وصاحب، وأنا طول عمري بحبك، ومش هخليكي تندمي أبدا إنك اتجوزتيني. أنت طول عمرك بالنسبة لي أمل وحلم اتحقق، وأوعدك إني أحافظ عليه. عارفة؟ عارفة لو مت بكرة مش هيهمني، لأني هعتبر نفسي عشت لولادي. عادل دموع في ليلة فرحك يا عادل، أرجوك. ولا أنا مش مستعجل، مبارك يا عريس. سبع ولا طبع، باين عليك طلعت قطه. معلش الجوله الجايه ولا هتقعد عندي لغايه عادل ما يرجع. معلش يا عمي، انا عايز اقعد عند بابا. بتتكلم يا عادل؟ والله هنا وهنا واحد، اللي هي عايزاه انا موافق عليه. اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ممكن سيادتك يا فندم بس لغايه انشاص؟ لا انت اتفضل. انا يا فندم الملازم عادل ابراهيم. اهلا وسهلا يا عادل. يا ترى من اي كتيب؟ انا يا فندم لسه منضم على الكتيبه اولى صاعقه. انت تعرف كتيبتك فين يا عادل؟ والله يا فندم انا اعرف انها في انشاص. الظاهر انك اول مره تروح الكتيبة. تمام يا فندم. طب انا هوصلك. متشكر يا فندم.
الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. إن شاء الله أخبار مصر تكون تمام. تمام يا مجدي. عادل. أه يا فندم. اتفضل. حاضر يا فندم. أقدم لكم ضيف جديد. ملازم عادل إبراهيم. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. إن شاء الله تحس إنك بين إخوانك. متشكر يا فندم. اتفضل مع مجدي. حاضر يا فندم. تفضل. متشكر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. إن شاء الله تكون بداية طيبة هنا لحياتك العسكرية. إن شاء الله يا فندم. على كل حال أنت بختك كويس. إحنا بيحسدونا إن قائدنا سيادة الرائد صفت الشربجي. تفضل. متشكر يا فندم. معاك يا مصطفى. وانا تحت امرك يا فندم. طب بس ما تخلص اللي في ايدك. حاضر. اتفضل سيادتك يا فندم. انا احب العب شطرنج. الشطرنج يا فندم بيعتمد على الذكاء. الشطرنج فيه المفاجأة. والمفاجأة عنصر اساسي في الساق. سيادتك تمام يا فندم. تحرك الحصان وتكش الملك توصل لهدفك. احنا يا فندم عايزين نكش العدو. استنينا كتير والرجاله جاهزه. قريب يا عادل. قريب قوي. Thank you.
يلا تكون مستريح معانا. بنفسك يا فندم. ده ما بلوش هنا اسبوع. معلش احنا خطفناه من مراته يوم الصباحيه. امرك يا فندم. ابسط يا عم، نازل مصر بعد يومين. مصر؟ مش معقول يا فندم. بركه في سياده القائد، وضبها لك وكله تمام. متشكر يا فندم. تمام يا فندم الطابور. يومين عسل كويسين. متشكر يا فندم. سيادتك عقبالك يا فندم. اليمين دور. خطوة سريعة مرش. امال السواق فين؟ بيمضي الترفيح يا فندم وجاي حالا. طب استعجلوا من فضلك. سيادة القائد عايزك. عايزنا انا يا فندم؟ ايوه. تؤمر بسيادتك يا فندم. معلش اول فرصه اوعدك انزلك مصر. اي اوامر يا فندم؟
متشكر. الو. ايوه ابراهيم. بتقول ايه؟ الحرب قامت؟ طيب عن اذنك. قام العدو في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفران والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية عندما كانت بعض زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج. وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. وهنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها الإخوة المواطنون، جاءنا الآن من القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 2، وهذا نصه: ردا على العدوان الغادر الذي قام به العدو ضد قواتنا في كل من مصر وسوريا، تقوم حاليا بعض من تشكيلاتنا الجوية بقصف قواعد العدو وأهدافه العسكرية في الأراضي المحتلة. وهنا القاهرة. مش معقول، مش معقول. ولاء، ولاء، عبرنا القناة يا ولاء. اقري ورفعنا العلم يا بابا. الحمد لله، الحمد لله. كان لازم ده يحصل. خلي العالم يصحى شوية، حاولنا بالسياسة نشوف حل. محدش كان بيسمعنا أبدا، دلوقتي هيسمعوا صوتنا لأننا بقينا في مركز القوة. ده أنا لازم أوزع الشربات. شربات إيه بس يا عم أمين؟ إحنا لازم نعمل حاجة. هنعمل إيه يا ولاء؟ قوليلي. دي اللحظة اللي بلدنا محتاجة فيها كل إيد، كل عرق، كل نقطة دم. تمام يا فندم. أي أوامر سيادتك؟ عادل، العدو بدأ في تدعيم قواته غرب القناة، ودفع بعنصر مدرع منتظر مروره من على الكوبري ده في اتجاه الإسماعيلية. أوامر القيادة نمنع مروره مهما كان الثمن. عادل، جهز مجموعتك، العدو لا يمكن يقرب الإسماعيلية. ما يدخلوهاش إلا على جثثنا يا فندم. ربنا معانا. الله أكبر، الله أكبر. الآن؟ بالعكس يا فندم، بس ما كنتش متصور إن احنا هنحارب ولا العدو كمان. الأربع أيام اللي فاتوا خسروا أكبر خسائرهم، مغامرة فاشلة دخولهم الدفرسوار، محاولة لتغطية فشلهم، نجاح العبور وروعة تنفيذ، ولسه أنا بكم. بس الثغرة دي يا فندم إحنا نقدر نقضي عليها بساعات. اتقل عريس، اتقل. الحرب فيها المفاجأة وفيها الصبر. دي مصيادة دخلوها برجليهم عشاننا.
عشان الساعة قد تشوف شغلها. إن شاء الله يا فندم بعد الحرب هعمل فرح. فرح كبير. فرح النصر وفرحي. هعزم سيادتك طبعا. والكتيبة كلها. إن شاء الله يا عادل. بس سيادتك بقى يا فندم تبقى تشوف لنا كم مأمورية ننزل فيهم مصر. يعوضوا اليومين اللي طاروا. هما الجماعة لوحديهم ولا مع العيلة؟ والدها موجود. ووالدي أنا كمان. أصلنا نعرف بعض عائليا من زمان. دي قصة حب بقى. 16 سنة. 16 سنة؟ من غير عقبات ولا اعتراضات عائلية ولا مشاكل من اللي بتصادف أي اتنين عايزين يتجوزوا؟ أبدا يا فندم. بس أنا ما كنتش قادر أوصل لقلبها. أو أوصل لها مشاعري الحقيقية. أصلها كانت بتعتبرني زي أخوها. أنا كمان كان زماني بقيت عليه زيك. عقبات عائلية يا فندم؟ كانت أجمل وأرق بنت صادفتها في حياتي. قصة حب برضه. كنا جيران. لكن أبوها خوف بيه. ربنا يسامحه. وقف في طريقنا. البنت ما قدرتش تعرضه. وافترقنا. ولحد النهارده ولاء دايما جوايا. وحده التنفيذ تقدم. قواد المجاميع خد مكانك.
تمام؟ تمام يا فندم. تعامل مع المدرعة الأخيرة. سيبني انت يا فندم. عادل مش ممكن. قوم معايا. اننا حاربنا من اجل السلام. حاربنا من اجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. ازاي الحال يا كابتن صف؟ الحمد لله فوزية. وحياتك لو سمحت تساعديني عشان اطلع شوية في الجنينة. حاضر. كويس هنا؟ كويس يا فوزية. العفو يا كابتن، احنا كلنا متطوعين لخدمة الأبطال اللي زيك. وعزمك على الشاي. عندك مانع؟ بالعكس، أكون سعيد جدا. نفسي أسأل حضرتك شوية أسئلة محيراني، بس أرجوك تعذرني. أوي أوي، اتفضلي. ليه دايما قاعد لوحدك؟ وما بتقعدش مع الظباط تتسلى؟ أنا أحب الهدوء، وأحب أعيش مع ذكرياتي. ذكرياتك؟ طب مين هي ولاء؟ ومين هو عادل؟ اللي كنت بتردد اسمهم طول ما انت في البنك. ولاء.
دي واحدة قريبتي. طب وعادل؟ ده واحد صاحبي. لا حضرتك بتخبي، ده انت اول ما فوق سألت عليه واتطمنت على صحته، ومع ذلك مصمم انك ما تقابلوش وما تعرفوش انك هنا. ارجوك يا فوزية دخليني جوه. حاضر يا فندم. الحمد لله على سلامتك يا كابتن. الله يسلمك. طلبة المعهد العالي للموسيقى العربية جايين يباركوا ويهنوا ويرجوا انك تقبل الهدية المتواضعة دي. انتي نوال سعيد. اهلا وسهلا. ازيك؟ وازاي؟ ايه يا كابتن؟ انت تعرفني ولا ايه؟ طبعا. قصدي كنت بحضر حفلات المعهد. ولازم عجبك صوتي. حاكم صوتي في التواشيح يجنن. تحب اسمعك حاجة؟ انتوا كلكم هنا؟ كلنا مين؟ الطالبات؟ جزء مننا، اصل احنا موزعين نفسنا على المستشفيات، وانت كنت من نصيبي. متشكر. عن اذنك، وان شاء الله هنيجي نزورك. ظابط يجنن ولا كلارك جيبل؟ تصوري كنت ناوي اطلب ايده واتجوزه. لا وتعمليها.
صباح الخير يا فندم. اهلا يا فوزيه. مبروك والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قائد المستشفى صرح لحضرتك باسبوعين اجازه مرضيه وقال لي اسلم لسيادتك الجواب ده. متشكر يا فوزيه. العفو. ادخل. اهلا يا فندم. اهلا اهلا. اهلا يا عادل. اهلا يا فندم، فرصه سعيده قوي. ليه حظ اشوف سيادتك قبل ما اخرج. وانا كمان. الحمد لله على السلامة يا عادل. الله يسلمك. الحقيقة أول ما وقف إطلاق النار واتفتحت الأجازات حبيت أجي أطمن عليك أنت وصفوت. ست الرائد صفوت الشرباجي؟ أيوة. هو فين يا فندم وماله؟ الله، أنت ما تعرفش ولا إيه؟ تأخرت عليك شوية، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه؟ لا مفيش. فوزية. نعم. فين أوضة الرائد صفوت الشرباجي؟ اهي يا فندم. متشكر. نعم. كنتش متصور ان ولاء بتحب عادل للدرجه دي. دي كانت قلقانه عليه قوي وهو في المستشفى. اهلا اهلا بعروستنا الاموره. طبعا يا ست، مين قدك؟ ازيك يا عم ابراهيم؟ الحمد لله. البطل هيشرف. اهلا بالبطل. اهلا يا عم. الحمد لله على السلامه يا عادل. الله يسلمك. بذمتك يا ابراهيم، انت مش فرحان وفخور بعادل؟ مالكم؟ ساكتين كده ليه؟ في حاجة عايز تقولها يا عادل؟ الحقيقة يا عم انا ليا طلب عند حضرتك. كل طلباتك مجابة. اؤمر يا بطل. أرجوك يا عمي تعتبر إن جوازي من ولاء كأنه ما حصلش. الجوازة دي غلط. تمت بسرعة قبل ما اتأكد تماما من شعوري ناحيتها. ولاء أخت لي وهتفضل طول عمرها كده. ربنا يوفقك. عجبك كلام الولد المجنون ده؟ طب اقعد بس واهدى. ايه الحكاية؟ عادل! ساعات الواحد عاطفه بتخليه يفكر في نفسه بس مش في اللي فعلا بيحبه. بس انا غيرت. الحرب غيرتني، علمتني حاجات كتير. علمتني ان السعاده الحقيقيه الواحد يشوفها في عينين اللي حواليه مش في نفسه، وان الحب الحقيقي هو العطاء مش الاخذ. انا شفت ناس بتموت وتضحي عشان غيرهم يعيش. الحرب كبرتني ولا وكبرت مشاعري للبلد وليكي كمان، خليتني اشوف الامور على حقيقتها مش بس من وجهة نظري. انت طول عمرك كنت اخت وهتفضلي كده واكتر من اخت كمان. يمكن بعد الحرب ما تخلص يكون حظي كويس واعرف الحب الحقيقي الصادق زي ما صفوت عرفه معاكي. عادل انت عظيم. لازم الانسان يكون صادق مع نفسه. مفيش جواز ناجح يحبني على حب من طرف واحد. اشكرك.
صفوت محتاج لك اكتر مني، وانت اجمل هديه قدمها له. في عدالة بتقول كده؟ أب ارتكب جريمة تقوم تحاكم ابنه؟ ولاء ذنبها إيه تهدم سعادتها؟ مش دي اللي كانت كل شيء في حياتك؟ أمال كنت عايزني أعمل إيه؟ أجوزها لابن عدوي؟ عدوك انتهى، مات، لكن أصبح لك عدو جديد، أنت، أنت عدو نفسك. الحقد مالي قلبك، الناس اتغيرت خلاص يا رؤوف، ما بقاش في قلوبها مكان للكراهية. إبراهيم كفاية، أنا ما أسمحلكش تتعدى حدودك. أنا بتكلم بحكم الصداقة اللي بينا. الصداقة برضو ليها حدود. من امتى؟ من دلوقتي. معاك حق، وانا من رأيي ان مفيش صداقة بينا، بس لازم تعرف ان صفوت فقد رجله وهو بيدافع عني وعنك. في واحدة عاوزاك. واحدة؟ مين؟ اسمها ولاء. ولاء؟ قلت لها اني هنا؟ ايوه يا فندم. طب ساعدني. حاضر يا فندم، على مهل. شيل دول. حاضر. خبيهم. خليها تتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. صفوت، الحمد لله على السلامة. أنا كنت قلقان عليك أوي ودايما بسأل عنك. أنا كنت حكيت لأني مش عارفة حاجة عنك، ولما شفت الشبابيك مفتوحة قلبي حس إنك هنا. ازيك يا ولاء؟ أنا كويسة، ازيك أنت؟ دلوقتي صدقت الكلام اللي كنت بتقوله لي، اننا هنحارب وهنحقق النصر. انا سعيده بيك يا صفوت، عندي كلام كتير عايز اقوله لك. صفوت، انا بقيت ملكك خلاص، بقيت ملكك. ولا ارجوك تنسى اللي كان بينا. انسى ازاي؟ انت بتقول ايه يا صفوت؟ ده انا عايشه على الامل ده، ولولا الامل ده ما كانش حياتي معنى، وجاي تقول لي انسى؟ انا ما بنكرش ان كان بيني وبينك حب، لكن خلاص انت مش ممكن، مش ممكن. لازم تفهمي اني نسيتك وما بقلكيش في قلبي مكان. انت بتكذب على نفسك، بتكذب على روحك وكذاب. قابلت صفوت؟ لسه بتحبيه؟ أنا غلطت في حقكم، ولا أنا ما عنديش مانع إنك تتجوزه، بس هو عنده مانع يا بابا. قصدك ايه؟ ما بقاش قلبه مكان ليا، نسيني وطلب مني انساه. لا يا ولاء، صفوت محتاج لك اكتر من اي وقت تاني. انت لازم تبقي جنبه، خصوصا بعد ما فقد رجله. رجله؟ من مطرحه وانا بتكلم معاه، ده كان مسنود على الكرسي. صفوت روحي له ولا وصرحي انك عارفه وراضيه بيه. باب
تعالوا عيشوا معي، انا قلبي وبيتي مفتوح لكم. بابا ربنا يخليك ليا. التاكسي موجود يا فندم. لسه ماشي حالا بتاكسي يا فندم. اسند عليا يا حبيبي، لاني دايما هكون جنبك.